الفقرة دي هنتكلم فيها زي ما كنا بنقول لحضراتكم في الخبر معانا في الانترو عن سلة الأهلي طبعا والتتويج ببطولة كأس السوبر المصري بعد ما فزنا على الزمالك. كانت مباراة فيها تنافسية شديدة، يمكن النتيجة هي اللي أكدت ده لما اتكلمت في 64-60 كسكور، طبعا يعني بيأكد إن فعلا، وخلي بال حضراتكم برضو الأهلي إن كان قوي برضو بيلاعب منافس كبير الزمالك، لكن المباراة كانت الحمد لله نتيجتها لصالحنا. وطبعا هذه البطولة استضافتها صالة خليفة في البحرين. هنتكلم في كل الفنيات وهنتكلم عن كل التفاصيل اكيد والمستقبل كمان والبطولات المنتظره لسله الاهلي مع ضيفنا كابتن خالد مصطفى نجم الاهلي السابق لكره السله. بونجور يا كابتن. بونجور. اهلا بحضرتك. صباح الفل على حضرتك، منورنا. صباح الفل على حضرتك وعلى طبعا كل جميع. كالعاده اي لقاء بيجمع بين الاهلي والزمالك هو لقاء قمه لوحده وديربي لوحده ايا كانت الرياضه. صحيح. وبطبيعه الحال في كره السله دايما ماتشات الاهلي والزمالك بتكون على اشدها زي ما بتكون ماتشات الاهلي والاتحاد مثلا او الاهلي والجزيره. تعال نقف شويه عند ماتش الاهلي والزمالك ونعرف رؤيتك للمباراه دي ايه؟ ايه السلبيات وايه الايجابيات من الناحيتين وعلى صعيد الفرقتين؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني المباراه بشكل عام يعني كانت طبعا يعني كان فريق الزمالك الفكره ان هو كان متقدم طول الجيم، وفي معظم اشواط الجيم كان الزمالك هو المتقدم، خلص الكوارتر الاولاني والثاني والثالث لصالحه. لكن الحمد لله الاهلي يعني الف مبروك طبعا لفريق النادي الاهلي الفوز ببطوله السوبر، قدر ان هو يخلص في اخر تقريبا يعني دقيقتين من الماتش، قدر ان هو الحمد لله يخلص الجيم لصالحنا الحمد لله. وكانت مباراه صعبه لان فريق الزمالك فريق اعماره كلها صغيرين ومعهم مدرب كبير كابتن مرعي، قدر ان هو يعمل ميكس كويس ما بين اللعيبه وعندها روح قويه جدا. ففريق الزمالك بصراحه كان منافس شرس للاهلي، لكن الحمد لله ان فريقنا قدر ان هو يعني يخلص الجيم ويخلص البطوله لصالحه، ودي كانت مهمه جدا بعد خسارتين متتاليتين في كاس العالم وفي بطوله عربيه، فكانت خطوه مهمه جدا. يعني الحمد لله طبعا، بس كانت خطوه مهمه جدا ان احنا نقدر ان احنا نخلص البطوله دي الحمد لله لصالحنا. بس كابتن خالد اللي تابع المباراه شاف ان الزمالك كان شويه متقدم في بدايه الماتش، وبعد كده الاهلي قلب الترابيزه، خلينا نقولها بهذا الشكل. فابتدى الموضوع يختلف وابتدينا نلعب بتركيز قوي وابتدى السكور يختلف تماما لغايه لما فوزنا. فعشان كده بنقول هي مباراه قويه فيها تنافسيه، لكن فكره ان انا اقلب الموازين كده على طول وابتدي احقق وابتدي زي ما مش هقول لك ريمونتادا، بس يعني حاجه كانت شبه كده، شفت ده فنيا ازاي؟ يعني هل كان متوقع برضو؟ ليه مش من الاول قدرنا ان احنا نسيطر شويه على المباراه، لا والمنافس او الزمالك هو اللي كان مسيطر شويه؟ يعني هو ميزه يعني المدير الفني الفريق الاهلي مستر اوجوستي، يعني هو عنده يعني خبره شويه في ان هو يفنش الجيم لصالحه دايما. يعني في معظم البطولات كان او يعني في معظم الماتشات اللي بتبقى تاي بتبقى قريبه جدا من بعض، بيبقى دايما يعني اخر دقيقتين في الجيم او اخر ثلاث دقائق في الجيم بيبقى عليهم عامل كبير جدا في انك لو قدرت تركز كويس وكنت مركز اكتر من الفرقه اللي قدامك بالنسبه للعيبه والكوتش بتبقى مهمه جدا، بتفرق جدا في انك ازاي تخلص الجيم. فهو اوجستي عنده حته يعني عنده سنس شويه في الحته دي ان هو بيعرف يخلص الجيم في اخر دقيقتين او ثلاث دقائق في الجيم. برضو فيها شيء من الخطوره، فكره ان انت عشان تبقى بتراهن على اخر دقيقتين معنى كده ان انت لازم تبقى قبل الدقيقتين دول ماشي راس براس مع المنافس ايا كان مين هو. طبعا. فما انت برضو في دايما مساحه كافيه لوجود مفاجات غير متوقعه، فالى اي درجه التكنيك ده فيه شيء من الخطوره مثلا؟ يعني هو مش تكنيك، هو مش ممكن ما يكونش مقصود من يعني المدرب. بتصادف في كذا ماتش ورا بعض، بتصادف ان هو يعني دايما الماتشات اللي هي بتبقى الفرقتين قريبين من بعض جدا في المستوى دي بتبقى يعني بتبقى ليها حسابات تانية. يعني ما بيبقاش قصد ان هو يمشي مع الفرقه، طبعا هو نفسه ان هو يفرق من اول الجيم فرق 10 15 بونت 20 بونت يريح نفسه، بحيث ان هو يريح نفسه ويريح اللعيبه واللعيبه خلاص تهدى وتبقى ركبه الجيم ويبقى الماتش سهل. لكن مع الفرق اللي هي الكبيره او الفرق اللي بتبقى مستوياتها متقاربه دايما بتبقى عامل الخبره وعامل الرؤيه بتاعه المدير الفني دي بتفرق جدا في اخر، وبالذات تركيز اللعيبه كمان. يعني اللعيبه كمان يعني امبارح في اول امبارح في الماتش بتاع الفاينل كانت مركزه جدا في اخر، يعني هو يمكن طول الجيم اللعيبه مش يعني مش عارفه تسيطر على الجيم سيطره تامه وبتجري ورا فرقه الزمالك، لكن قدروا ان هم بشويه تركيز. يعني الكوره مثلا اللي عملها في اخر دقيقتين و20 ثانيه عمرو الجندي شط 3 بوينت كانت
3 بوينت مؤثره جدا، هي اللي قلبت السكور، هي اللي طلعتنا فرق بونت او باسكت عن فريق الزمالك. والكرة اللي عملها المحترف مارك ليونز برضو عمل اسيست، عمل برضو داش دخل رائعه جدا، حط باسكت وخد فاول شوت شوطه فتعمل 3 بوينت بلاي. دي كانت برضو كرة مؤثره جدا، دي اللي قلبت النتيجه. الكورتين دول في اخر دقيقتين وفي اخر دقيقه و40 ثانيه تقريبا، فهي كورتين ثلاثه في اخر الجيم هم دول اللي بيخلوك تفرق. لو فرقت 3 4 بونت في اخر الجيم خلاص انت ركبت الجيم. فالحمد لله ان احنا قدرنا نركز في اخر شويه في الجيم وقدرنا ان احنا نقلب الماتش لصالحنا. يعني البطولات المحليه يعني لو هتكلم عن دوري او كاس برضو بتفرق، مش بس في كره القدم الفريق الاول، لا في كل الرياضات دايما البطولات المحليه بيبقى ليها طابع برضو مختلف عند الجماهير، تحديدا هتكلم عن الاهلاويه. عملنا مشوار رائع جدا، موسم رائع جدا اللي فات، يعني اكثر من رائع كمان. الموسم ده بتوقع ازاي مع فكره كمان او اللي سمعناه التدعيمات الاخيره والصفقات اللي بيفكروا كمان ان هم يضموها للفريق؟ يعني احنا بدانا احنا كنا يعني لما لعبنا كاس العالم اللي فات ده كان البيك، كان هو يعني قمه المستوى بتاعه الباسكت بول، لان انت يا حضرتك بتلعب فرق كبيره جدا، بتلعب فرق يعني على مستوى عالي جدا، ابطال قارات، فكانت ده البيك بتاع الباسكت بول. فطبيعي ان يحصل الكيرف ينزل شويه بعد المباريات بالقوه دي وبالحجم ده وبالاكسبوجر ده وبالخبره دي، طبيعي ان الكيرف بتاع الفرقه صحيح. يعني عادي كان احنا كنا بنتكلم في الحته دي شويه ان الكيرف بتاع الفرقه نزل شويه، وده شيء طبيعي جدا ان الكيرف ينزل. عشان كده ده يمكن ده كان العامل الاساسي ان الفرقه اتاثرت في بطوله العربيه، ان هي ما قدرتش ان هي تخلص البطوله رغم ان هي كانت احنا كنا من المرشحين الاوائل ان احنا ناخد البطوله صحيح. لكن ما قدرناش نخلص بسبب الكيرف، وده شيء طبيعي جدا. اللعيبه بتبقى مجهده واللعيبه بتبقى تعبانه وبتبقى نفسيا كمان مجهده، فده بيأثر على الكيرف بتاع اللعيبه. لكن لما لعبنا تاني قعدنا شويه كام يوم قبل ما استعدنا التركيز تاني، قدرنا ان احنا نطلع بالكيرف تاني بتاع الفرقه، وقدرنا ان احنا نكسب الجيم. وكانت كمان الميزه ان انت بتلعبي فرقه برضو محليه، يعني زي يعني في الدوري المحلي بتاعك فرقه كبيره طبعا ومنافس شرس، لكن خلاص انت دخلت بقى في اللعب المحلي تاني. طبعا الاهلي السنه اللي فاتت كان عنده ادفانتج ان هو الحمد لله قدر ان هو يخلص البطولات كلها فده كان مدي للفرقه ثقه، ومدي الفرقه يعني حتى لو احنا خسرانين الكوارتر الاولاني والتاني والتالت كانت اللعيبه من جواها حاسه ان هي هتخلص الجيم لصالحها، وده بيفرق جدا العامل النفسي او الثقه بالنفس ان انت هتخلصي الجيم في اي وقت. مع التركيز الحمد لله قدرنا ان احنا يعني نخلص الموضوع. عارف اللي بتتكلم فيه يعني مع الفرق، بس هو في يعني وكان في اسقاط على فريق الكوره في النادي الاهلي بلس 90، ان لغايه اخر ثانيه صحيح. ممكن النادي الاهلي يعني بلعبته يقلبوا موازين المباراه ايا كانت النتيجه قبلها. لا والموسم يا كريم هنا برده موسم كان استثنائي، وهنا في كره القدم كان موسم استثنائي، الاثنين خارجين من موسم رائع يعني. صحيح. في كره السله في مصر يعني من قديم الازل نقدر نقول ان في يعني مربع ذهبي شبه ثابت، اللي هو اهلي زمالك جزيره اتحاد سكندري احيانا بيزاحمهم سبورتنج السكندري. صحيح. هل ال 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 التوليفه دي اتغيرت؟ هل الترتيبه دي اتغيرت في الفتره الاخيره، ولا هم ثابتين برضو دول الاربع او خمس فرق الاقوى محليا؟ يعني هم طبعا الاربع فرق دول دايما هم اللي فعلا بيوصلوا المربع الذهبي دايما بالظبط، بتبقى المنافسه دايما في اي دوري في معظم الدوريات هم الاربع فرق دول، وبيجي معاهم خامس فرق سبورتنج مثلا مره، سموحه مره، بس الاساس العظم يعني السكيلتون او العمود الفقري بتاع الدوري المصري بيتمثل في الاربع فرق دول، اهلي زمالك اتحاد جزيره. طب عبر السنين دي كلها ما كانش في مساحه لوجود فريق خامس وسادس وسابع يدخل ويزحمه كمان؟ سبورتنج واخد 2-3 دوري ورا بعض في من حوالي في 2000 ماشي. سبورتنج من ضمن الخماسي اللي احنا بنتكلم من ضمن الخماسي لكن بره الخماسي ده ايه الاخبار؟ ساعات بيدخل فرق تانية، ساعات يخش لك مثلا زي ما بقول لحضرتك سموحه مثلا تخش، ساعات مثلا فريق الجيش مثلا تلاقيه داخل واخد برضه في المراكز المتقدمه، يجي مثلا كباتن مثلا بيبقوا مثلا يعني مثلا كابتن اشرف توفيق لما راح مسك الجيش برضه خد بيه مركز متقدم، يعني ساعات بيحصل الكلام ده، لكن الاساس هو ان اي فرقه من الاربع فرق دول بيبقى عندها القدره ان هي بتكسب يعني في سنه من السنين، حسب بقى الحاله النفسيه بتاعت الحاله البدنيه، الحاله الفنيه بتاعت الفرقه، ومدى استقرار النادي نفسه من عدم بالظبط. فاي واحد فيهم الباسكت بول مش زي القدم برضه، القدم يعني
يعني دايما يعني بيبقى فرقه او اتنين هم اللي بينافسوا على الدوري، لكن الباسكت بول لعبه اللي هو ايه يعني ممكن اي فرقه تكسب في اي وقت، مفيش استقرار يعني او ثبات على مفيش ثبات. النهارده انا لو بلعب وحش حتى لو انا اقوى فرقه في الدوري واستهترت بالجيم او صحيح. لعبت في ما كنتش في حالتي ممكن اخسر حتى من فرقه صغيره. هو الباسكت بول كده ان انت ممكن تخسر من فرقه صغيره لو انت استهترت او انت كنت بتتدلع او انت ما كنتش في يومك. فهو يعني هي لعبه الباسكت بول كده جيم ملوش كبير، يعني انت لازم تبقى دايما مركز، لازم تبقى دايما جاهز، لازم تبقى دايما عامل حسابك ان انت نازل عشان تكسب. غير برضو الكره القدم، الكره القدم مختلفه شويه عن صحيح. عن الباسكت بول. بص احنا يعني انا مش عايزه اقول ايامك لان ما انتش من بعيد يعني لا مش قوي يعني حاج خالد منور لكن برضو وقت لما كنت بتلعب حاسس ايه دلوقتي لما بتشاهد الاختلافات الموجوده؟ طبعا كنا بنتكلم مع بعض قبل الهوا وقلنا يمكن فكره الاحتراف، الفكره الاحترافي اللي هو انت كمان الصفقات ان انت بتجيب صفقات كتيره اللعيبه المصريه او في الاهلي يسافروا وبعد كده يجوا الاعاره مره تانية. دي ما كانتش بنسبه كبيره موجوده، كان كمان مديرين الفنيين كانوا محليين اكتر او يمكن كانوا محليين فقط، ما كانش في خبرات اجنبيه قوي زي دلوقتي. يعني خلينا نعرف منك الفوارق حاليا في كره السله عن زمان. يعني الاحتراف دلوقتي خد شكل تاني في الباسكت بول. يعني الباسكت بول زمان على ايامنا يعني في الاجيال بتاعت زمان 3 4 سنين يعني بقول لك حاجه خالد منورنا ربنا يديله الصحه بتاعت زمان ايامنا. يعني كان الموضوع الاحتراف مختلف شويه، ما كناش برضو على نفس الوتيره بتاعت دلوقتي في احتراف بمعنى الكلمه، في شركات متخصصه في ان هي تبقى وكيله لاعبين. الكلام ده ما كانش موجود زمان صح. يعني احنا لما بدانا الموضوع كان ما فيش ايجنت للعيبه ياخد هو اللي يكمل التعاقدات بتاعت اللعيبه، ما فيش حاجات معترف بيها دوليا في الحته دي بالذات. النهارده بقى في سوق للاعبين، بقى في سوق، بقى في فلوس اقتصاد كامل للاعبين، سبونسرز اللعيبه نفسها بقى ليها ثمن. يعني زمان اللعيبه ما كانش برضو الفلوس ما كانتش كبيره قوي زمان ايامنا احنا، ما كانش المواضيع، كانت الموضوع كويسه اي نعم وكل حاجه، بس مش زي دلوقتي. دلوقتي احنا بنتكلم في ملايين اسعار اللعيبه، في تنقلات كل سنه ما بين الانديه. طب هل نتج عن الزخم ده كله تغير ملحوظ في كواليتي اللعيب المصري في كره السله؟ يعني وجود ايجنتس وسبونسرز و مش بالبرضه يعني مش زي المطلوب. يعني ده مطلوب ان احنا اللعيبه تبقى محترفه اكتر من كده، يبقى على مستوى الاحتراف اعلى. ايه اللي مانع ان المطلوب ده يتحقق لغايه النهارده؟ الفوكس، او ان اللعيب يبقى هو شغلانته الوحيده ان هو يكون بيلعب باسكت بول. يعني انت النهارده لما بتتفرج على الام بي اي مثلا في امريكا، اللعيب ما بيعملش حاجه ان هو بيلعب باسكت بول، لا هنا بيشتغل هنا ممكن يروح الصبح للشركه يمضي ويقعد ويوصل ابنه المدرسه ويرجع وبعد كده يجري على التمرين عشان خاطر يلحقه. الكلام ده مش موجود بره. فاحنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا الحته دي، ان احنا لعيب الباسكت بول هو بيلعب باسكت بول بس، وفي ناس بتعمل له بقى كل حاجه ثانيه، ناس بقى هي اللي بتوصل اولاده المدرسه، ناس مش عارف بتعمل له ايه، لكن هو يبقى الفوكس بتاعه ان هو الصبح يقوم من النوم لحد ما ينام ما بيعملش حاجه غير ما بيتدرب. احنا لسه قايلين يا كابتن خالد دلوقتي ان بقى في رعاه وبقى في سبونسرز وبقى في فلوس وانتقالات واحتراف ووكلاء لاعبين الى اخره، مش معنى الكلام ده ان المفروض يبقى في الفلوس اللي تخلي اللاعب يتفرغ تماما للاحتراف في اللعبه؟ والله بص، المايند سيت بتاع المصريين هنا، يعني الشعب المصري او بتاع اللعيبه المصريين، ان انا لازم اكون بعمل حاجتين مع بعض. يعني ما ينفعش ان انا العب باسكت مثلا لوحده. حتى السالري، ما هو المرتب برضو اللي هياخده مش هيبقى كافي، بيتهيأ لي مش كومبيرنج للخارج. لو يعني لو كفيناه بقى يعني لو كفيناه بالظبط، لو حصل بالظبط، لو كمان حصل يعني تركيز تام في الموضوع ديفينتلي، او يعني اكيد هيحصل نمو اكتر. يعني حتى النهارده مش هم كام لعيب مثلا اللي بياخدوا الملايين والباقي بياخد مثلا حاجات افريج، لا، مستوى الفلوس ومستوى العروض هتعلى اكتر كمان. ليه؟ لان مستوى العام بتاع اللعيبه هيعلى. النهارده انا لما بكون مركز 100% في الملعب ما بعملش حاجه تانية، اكيد مستواي هيعلى لان صحيح. انا مركز في دي بس، مش مركز في ان انا اروح الشغل الصبح وبعد الظهر اروح التمرين. فطبعا ده هيعلي سوق اللعيبه وهيعلي ثمن اللعيبه، هيخلي الناس بره تشوفنا بمستوى احسن، يبتدي يجي عروض من بره اكتر. لان اللعيبه ما بيعملش حاجه ثانيه غير ان هو بيتمرن، هو بس بيصحى يتمرن لحد ما بينام بيتمرن او بيلعب ماتشات. فطبعا دي هتفرق جدا معانا الفوكس، ان احنا نبقى مركزين 100% في اللعب ومركزين 100% في الاحتراف او في عالم الاحتراف في الباسكت. والاداره الفنيه الاجنبيه هل يعني بقت او خلتنا في استغناء عن الاداره المحليه؟ لا طبعا، يعني دي خبرات بتجيلنا، سواء مثلا المدربين الاجانب اللي بيجوا يمسكوا منتخب مصر او بيجوا يمسكوا فريق الاهلي او فرق الثانيه غير نادي الاهلي،
كل دي بتدي خبرات للعيبه بتوعنا، ازاي الناس دي بتفكر، ازاي دي الناس دي بتشتغل، لان يعني الناس دي تبقى جايه مثلا مستر اوجوستي كان راجل بيمرن في الدوري الاسباني، كان اشتغل في برشلونه، فاشتغل في اعلى ليفل في الباسكت بول في اوروبا، فده دي خبرات بينقلها للمدربين بتوعنا وبينقلها للعيبه بتوعنا. اللعيبه بتفهم ازاي تفكر في وهي بتتمرن وهي بتلعب، وهي كل دي خبرات بتتنقل. لكن ده طبعا لا يغني عن ان المدربين المصريين يبقوا دايما في تطوير، ودايما يبقى عندنا مدربين مصريين كويسين، لان احنا طبعا يعني مش كل الفرق هتقدر تجيب مدربين اجانب. فالمدرب المصري مهم جدا ان هو يثقل، ومهم جدا ان هو يستفيد من الخبرات اللي موجوده، عشان هو بعد كده اللي يمسك الدفه مكان المدربين الاجانب. لغايه لما نوصل بقى للمرحله اللي حضرتك بتتكلم عنها دي، ودي طبعا مرحله لازم نوصل لها لمليون سبب والمليون اعتبار، بس لغايه لما ده يحصل ويبقى عندنا المدرب الوطني المصري في كره السله اللي زيه في الكفاءه والقدره زيه زي اي خبير اجنبي احنا بيتم جلبه من الخارج، لغايه لما نوصل للمرحله دي الاسماء والخبرات الاجنبيه، المدراء الفنيين اللي بتستعين بهم الفرق المختلفه او حتى المنتخب المصري، ما بنسمعش كتير ليه ان في حد منهم جاي من امريكا، علما بان امريكا وانت سيد العارفين هي سيده الرياضه دي وسيده اللعبه دي واقوى دوري للمحترفين على مستوى كره السله العالميه، ولا بيحصل واحنا اللي مش متابعين قوي؟ بيحصل اوقات، يعني احنا زمان كنا بنجيب مدربين امريكان كتير، يعني مثلا كان زمان مدرب منتخب مصر لعب كاس عالم سنه 94 كان امريكي، كان امريكي، كان هو اللي بدا الاسس بتاعه الباسكت، كان روبرت تايلور، مستر روبرت تايلور ده كان هو من اقدم المدربين اللي جت مسكت منتخب مصر، وهو حط اسس للتدريب، علم المدربين المصريين ازاي يشتغلوا بالسيستم الامريكاني. لكن احنا دلوقتي بنعتمد اكتر على المدارس الاوروبيه، يعني احنا عندنا بروتوكولز ما بين الدوري الاسباني، حتى احنا بنذيع الدوري الاسباني في مصر هنا، فقريبين اكتر للدوري الاسباني، قريبين اكتر للفرق الاوروبيه، عشان كده احنا يمكن اليومين دول بنستعين بالمدربين الاوروبيين، وبعدين كمان اسعارهم يمكن مش زي اسعار المدربين الاجانب. النهارده انا لو جبت مدرب اجنبي من فرقه ام بي اي كبيره مش هياخد زي مدرب اجنبي جاي من فريق مثلا في اسبانيا، فريق مثلا برشلونه ولا فريق مثلا ريال مدريد. طبعا احنا مش هنقدر نجيب المدير الفني الاساسي بتاع الفرقه دي، لان ده بيبقى ياخد ارقام كبيره جدا احنا مش هنقدر عليها، لكن دايما بنجيب مثلا بيبقى الاسيستنت بتاعه مثلا بيبقى اشتغل مع المدربين مثلا الكبار. لكن طبعا عشان نجيب اسامي كبيره من الدوري الامريكي مش على رأيي مثلا يقول لك الغاوي ينقط بطاقته، ما هو طاقتنا كبيره فاضيه للدرجه دي، طاقتنا احنا مش كبيره قوي كده، الطاقيه كريم مهويه الزرقاء والدولار كمان النهارده يعني سعره كبير علينا، فالنهارده عشان ندفع لمدرب مثلا نص مليون دولار في الشهر ولا مليون دولار في الشهر، ده طبعا هيبقى ارقام كبيره جدا. يعني الاسعار كده طبعا فرق الام بي اي بيدفعوا الارقام دي يعني، لكن احنا هندرب بقى هندرب الفتره اللي جايه، فطبعا ده يعني بيبقى على قد ايدينا يعني مدربين الاوروبيين برضو اسعارهم متهاونه شويه يعني، لكن باسكت بول الاوروبي باسكت بول محترم جدا، واحنا قدرنا ان احنا نستفيد منه الفتره اللي فاتت دي عن طريق مستر اوجوستي، قدر ان هو يعمل طفره في الباسكت بول في النادي الاهلي، الحمد لله كسبنا بطولات كتير جدا السنتين اللي فاتوا، وان شاء الله الفتره اللي جايه كمان نقدر ان احنا نكمل باذن الله نفس السياق. طيب يعني كابتن خالد عندي برضو سؤال، وعايزين برضو نقارن بين الفتره اللي فاتت ودلوقتي او الازمنه اللي فاتت ودلوقتي، يعني كره السله سيدات كمان الدنيا واصله معاهم من وجهه نظرك كده لمرحله جيده ولا لا، كومبيرنج للفتره اللي فاتت او السنوات الماضيه، وفي نفس الوقت المزج اللي بيحصل ما بين دلوقتي الاعمار المختلفه اللي هي بتجيب لك الخبره وبتجيب لك صغر السن اللي برضو لسه عنده الطموح وعنده الكفاءه وعنده زي ما بتقال الاراده، يعني ده بيفرق برضو في الفرق، بيدي قوه للفريق بشكل كبير. هو يعني كره السله البنات بتوعنا هايلين يعني صحيح. يعني بصراحه عاملين شغل كويس جدا، وعاملين بيكسبوا بطوله افريقيا وبيكسبوا بطوله، بيخشوا بينافسوا في 3 اون 3 في بطوله العالم. عندنا لاعبات ممتازين الحمد لله في المنتخب وفي النادي الاهلي، فطبعا عندنا سورايا مثلا سورايا رائعه، كان عامل لها فيديو قريب يعني كيلوباترا الدوري المصري خدت حتى اللقب ده في كاس العالم 3-on-3، شويتها ماهره ولعيبه كويسه قوي، فعندنا اسامي حلوه جدا في البنات، والبنات عندنا ما شاء الله يعني مهتمين بالباسكت بول، يعني حتى لما بتروحي تتفرجي على اي تمرين ولا اي برايفت ناس بتتمرن بتلاقي البنات دايما اكتر من الولاد في التدريب، فلا البنات عاملين شغل كويس قوي، واعتقد ان شاء الله كمان عندنا نادين سلعاوي مثلا لعبت في الـ NCAA وعملت ارقام كويسه قوي في الدوري،
عندنا بنات الحمد لله بيطلعوا يلعبوا في سيد صح؟ ابن كابتن سلعاوي استضفناها قبل كده. ما شاء الله عليها. والدها ده كان من اساطير كره السله. اسطوره كبير طبعا. الفتره دي كانت فتره عظيمه في كره السله المصريه جدا حقيقي يعني كانت حتى ماتشات يعني على مستوى الفرق وعلى مستوى المنتخب. بطبيعه الحال المنتخب كان كالعاده قوامه الرئيسي الجزء الاكبر من لعيبته من الاهلي والزمالك وبرضه من الاتحاد والجزيره، لكن الزمن ده كانت كرة القدم حتى على الصعيد الشعبية كانت الحقيقة ليها صدى كبير قوي. ليه دلوقتي مش زي زمان؟ كان واخد زمان فعلا يعني الباسكت بول كان الاكسبوجر بتاعه كان كويس قوي زمان، كان فيه اهتمام باللعبة، كان فيه نجوم كبار، كان فيه نجوم كبار وكان فيه سلعاوي وعمر وردة وناس كتير. كابتن مدحت وردة، كابتن سلعاوي، كابتن الوالد برضه جيل ما انا جيل الابهات خلي بالك. طبعا كابتن خالد بخيت، كابتن هاني عبد المنعم، كل دول نجوم كبار طبعا. يعني كان جيل حلو قوي، عماد محمود في الاتحاد السكندري، عمرو ابو الخير في الاتحاد السكندري، كابتن احمد اسماعيل، نجوم الاهلي يعني كانت يعني طبعا مش عايز انسى حد من النجوم الكبار دول، مدربينا كلهم يعني مع كامل احترامي ليهم يعني كانوا نجوم كبار ولعبوا ضد نجوم كبار برضو في الايام دي. طبعا لعبوا ضد مايكل جوردن ولعبوا ضد ديفيد روبنسون ايام في اولمبيك جيمز في 86 او 84 في 84 تقريبا في اولمبيك جيمز في لوس انجلوس، وكانوا بيسافروا يلعبوا بطولات، بيلعبوا ماتشات كتير مع فرق في الدوري الامريكي. كان في سفر كتير وكان في احتكاك كتير مع فرق كبيره ومع دوريات كبيره. دلوقتي يمكن محتاجين ان احنا نرجع الحته دي تاني، محتاجين ان دايما يبقى عندنا منتخب او الفرق بتاعتنا بتلعب ماتشات كتير مع فرق بره، بتسافر كتير تلعب في امريكا، بتسافر تلعب مع الفرق القويه، لان ده بيعلي المستوى بتاع اللعيبه وبيخلي اللعيبه تعرف ازاي تحتك مع اللعيبه الكبار وتعرف ازاي تلعب اللعيبه دي. فيخلينا لما نيجي نلعب ماتشات دوليه مع منتخب مصر او نلعب بطولات كبيره يبقى احنا خلاص، يبقى احنا اوريدي خدنا على اللعبه مع الناس دي، نعرف نلعبها ونعرف نكسبها بعد صحيح. كده فالاحتكاك مهم جدا، ده كان موجود زمان اكتر من دلوقتي بكتير. عشان كده يمكن كان الباسكت كان واخد اكسبوجر اكتر وكان فيه نجوم. ولو اني دلوقتي مع السوشيال ميديا يمكن ايهاب امين ما شاء الله نجم كبير في النادي الاهلي، عامل صدى كبير جدا على السوشيال ميديا وعنده حجم اعلامي كبير جدا، لعيبه كتير، عاصم مرعي ما شاء الله برضو عامل شغل حلو قوي في اوروبا، محترف محترف في اوروبا واحترف في الدوري، دلوقتي بيلعب في الدوري في كوريا دلوقتي. ففي اكسبوجر دلوقتي السوشيال ميديا، ممكن محتاجين صناعه النجوم، صناعه النجوم مهمه جدا، محتاج يعني لازم يبقى عندك دايما في نجوم في اللعبه طبعا عشان المنتخب كمان، ده كل ده هيفيد صحيح. عشان المنتخب وعشان خاطر ده بيخلي في اكسبوجر على اللعبه، ده بيخلي الناس تتابع العالم يتابعك صحيح. ليه؟ لما يبقى عندك نجم كبير يعني حتى يمكن الامريكان يعني يعني شاطرين قوي في الحته دي، ازاي ان هم يلمعوا نجم يخلوا النجم ده الناس تتفرج عليه، ويخلوا النجم ده ازاي السبونسرز يبتدوا يجروا وراه، سبونسر سواء يعني بقى لبس بشكل فردي، ده حتى خارج اطار المنافسه. فاكر فريق هارلم؟ هارلم خطير، هو في كده في الدنيا؟ لا هارلم ده كان فريق خطير يعني لحد دلوقتي هارلم. هارلم يعني تستمتع وانت تتفرج عليه، هو استعراضي اي نعم بس لا امكانيات حاجه خلابه الحقيقه. بالظبط. عموما احنا سعدنا جدا بوجودك معانا، نورتنا يا كابتن خالد، ان شاء الله نلتقي على خير قريب ان شاء الله. نورتنا يا كابتن خالد، واكيد هنتقابل تاني ان شاء الله ان شاء الله. نشكر حضراتكم على متابعه الفقره دي، فاصل ونرجع نكمل.